هنا غادي يولي لك واحد العصير اللي ماشي عصير هضره الخيال العلمي ماشي هضره شي دوك لي برودوي ديال الماس. السلام عليكم، معكم صابر من فيتنس الدارجه. في هذا الفيديو جديده كما كنت قلت لكم من البارح بانني غادي نقول لكم خمسه ديال الماكلات اللي يعاونوكم تزيدوا في الوزن بطبيعه الحال. خليتها لكم في التعليق. اول حاجه غادي ديروها هو انه العواصر، خصكم تعتمدوا بزاف على العواصر. هذا الجسم ديالنا سهل عليه انه يشرب السعرات الحراريه بزاف، ما غيحش بحال انه مضغ. فمثلا نقدر نقول لك بانك غادي تشرب واحد العصير غيجيك سهل على انك تاكل واحد الطبسيل فيه شي حاجه، واخا غيكون بالنسبه للجسم ديالك غيكون فيه نفس النسبه ديال السعرات الحراريه. واخا قلت لكم اولا ولكن ما نحسبوش، هذا غير واحد القانون. نعم، كيبقى لي اول حاجه فهي الحليب والحليب الكامل. بالنسبه للناس اللي تيقدروا يشربوا الحليب اللي ما عندهمش معاه مشكل، فالحليب كيبقى واحد من اسهل الحوايج ولا احسن الحوايج اللي غادي يعاونوكم انكم تزيدوا في الوزن على بزاف ديال الحوايج. اولا فيه بروتين اللي غادي يخليكم تبنيو العضلات ديالكم، فيه كربوهيدرات على شكل سكريات لاكتوز، وفيه دهون ففيه تقريبا واحد 3 غرام في كل 100 مليلتر ديال الحليب. والحليب واحد الحاجه اللي رخيصه، واحد الحاجه بارده، واحد الحاجه اللي تقدروا ديروا بها بزاف ديال الحوايج. فتصوبي لا باز ديال العصير ديالكم، ممكن انكم تاكلوه مثلا الصباح مع شي حاجه، ممكن ان المهم الحليب. ها صافي، الحليب دونك الحليب هو اول حاجه، وعاد فهو غني بالاملاح المعدنيه والفيتامينات. الماكله الثانيه اللي غادي نقدروا نعتمدوا عليها بطبيعه الحال فهي الفواكه الجافه. انا ملي كنقول فواكه الجافه فبحال التمر بحال الزبيب والشريحه، فهادو وما اكثر وحدين شبعانين كالوريز مقارنه مع الفواكه الجافه الاخرى بحال دابا المونغ ناشف ولا الباباي ناشف ولا الكيوي ناشف. حاجه اخرى، فهو تقريبا شنو الفرق ما بيناتهم وما بين الفواكه الطازجه؟ فهو غير النسبه ديال المياه فقط، ما كاينش حاجه. ففيهم نفس نسبه الالياف، تيكون فيهم نفس النسبه ديال الاملاح المعدنيه والفيتامينات تقريبا، وكيبقى فيهم بطبيعه الحال نفس النسبه ديال الكارب، غير هو كتولي صغيره دونك غاتجيك ساهله. الحاجه الثالثه فهنا نقدر نقول لكم مهم بنادم اللي غادي يقدر، فهو لافوكا بطبيعه الحال. لافوكا وحده من الفواكه اللي غتقدروا، اولا غتقدروا ديروها في سلطه، تقدروا ديروها في العصير، تقدروا تاكلوها بحال هكاك، تقدروا تاكلوها مالحه ولا تاكلوها حلوه. فلافوكا واحد الحاجه اللي فيرساتيل، نقدروا نديروها في بزاف ديال الحوايج. وعلاش لافوكا بطبيعه الحال؟ فلافوكا واحد من الفواكه اللي شبعانه دهون ودهون صحيه، دونك مزيان للجسم ديالك من الناحيه الصحيه، ومزيانه انها غتعطيه الطاقه اللي غادي تقدر توفر لك واحد الفائض ديال الطاقه اللي غادي يسمح لك انك تزيد الوزن. حيت الحاجه الوحيده اللي تخليك تزيد الوزن هو انك تاكل واحد الطاقه اكثر من داكشي اللي كتحرق. الحاجه الرابعه بطبيعه الحال اللي غادي نهضروا عليها هنا فهي الاختيار ديالكم ديال المصدر ديال البروتين. فبطبيعه الحال بزاف كنشوف بان فلاماس وكيمشيو مثلا الصدر ديال الدجاج ولا كيمشيو من البعض اللحوم اللي ناشفه كما كنقولوا، وبالتالي كتصعب عليك انك تكري واحد الفائض حراري. دونك بلاصه ما غناخذ انا الصدر اللي اصلا تيكون غالي، ممكن اني ناخذ الفخذ بالنسبه للناس اللي تيقدروا، وبالنسبه للدجاج ومثلا في اللحم بلاصه ما مثلا غادي ناخذ اللحم شي لحمه ما فيهاش شحمه ولا ناشفه ولا شي حاجه، ممكن ناخذ شي لحمه مثلا شي ستيك باللحم ديالها، ولا ممكن اني ناخذ الكفته اللي كيكونوا كيديروا فيها شويه ديال الدهون. نحاول ناخذ الحوايج اللي فيهم سعره حراريه اكثر، اللي فيهم طاقه اكثر، وكتكون فيهم واحد الدهون. واخا تقول لي بان الدهون مشبعه غير صحيه، لا الدهون مشبعه ماشي غير صحيه، تنقولوا هي غير منصوح اننا نكثروا منها. علاش؟ حيت الجسم ديالك ديجا كيصاوب، دونك ملي كتعطي انت الدهون اللي مشبعه فبحال هو تيصاوبها وانت كتعطيها له، دونك فهمتي بحال هذاك المخوط ديالك ديال الدهون ضيعتيه وصافي. كان بامكانك تاخذ دهون صحيه، ولكن بما ان نحن قلنا بانك ديجا تاخذ لافوكا، وديجا غنهضروا على العضو الخامس ولا الماكله الخامسه اللي غادي تقدر اللي تايم فيها الدهون الصحيه، دونك ما حتى كتعطي لجسمك دهون صحيه معليش لعطيتيه فائض من دون مشبعه ماشي مشكل. الماكله الخامسه واللي الاخرى واللي كنعتمد عليها بزاف واللي مزيانه صراحه، واللي تا هي واحده بحال لافوكا تا هي فيرساتيل، فهي الزبده ديال المكسرات، وبالاخص الزبده ديال الكاوكاو ولا غير كاوكاو بحد ذاته. دونك كاوكاو ولا الزبده ديالو، علاش كاوكاو وماشي زعما اللوز وماشي هذا؟ فكاوكاو لانه رخيص بزاف. فتخيل معايا عزيزي ولا عزيزتي المشاهده ان كيلو ديال الكاوكاو تيدير تقريبا 20 درهم، كتشدو كتشري هكاك خضر كتقليه وكتمشي كطحنو بواحد 5 درهم. دونك كيلو ديال الزبده ديال الكاوكاو كتقام لك بواحد 25 درهم، عرفتي شنو هي كيلو ديال الزبده ديال الكاوكاو؟ تضرب بها السيمانه كامله. وشنو باش مزيانه هذيك الزبده ديال الكاوكاو ولا المهم الكاوكاو بصفه عامه؟ فهو فيه بروتين، فيه دهون زوينه، فيه كربوهيدرات، فيه بعض الاملاح المعدنيه، فيه فيتامينات، واحد الحاجه كامله. وبطبيعه الحال كثرتي منه غادي يكهمك بطبيعه الحال، ولكن نحاول انني ناكلو في القياس. فمثلا في هذاك العصير اللي غادي ندير فيه الحليب وغادي ندير فيه
تمارو غادي ندير فيه لافوكا، غنزيد فيه الزبده ديال الكاوكا وغيوليش حاجه طوب. اول حاجه المذاق كيزيان، الحاجه الثانيه فهو كيولي واحد القنبله طاقيه. المهم هادو كانوا هما الخمسه، نقدر نزيدكم واحد طبيعه الحال اللي هو ما نضروش ليه ولكن الشوفان. علاش الشوفان؟ فهنا غادي نقول لكم الشوفان غتقول لي بانك ممكن تستعملو في لاماس وممكن تستعملو حتى في التنشاف طبيعه الحال، حيت لاش المهم ماكله بحالو بحال اي حاجه، غير هو في لاماس هو غادي يقدر يعطيك واحد سورس ديال الكربوهيدرات اللي كيتهضموا ثقال، اللي غتقدر تزيدهم مثلا في هذاك العصير اللي فيه الحليب، افوكا، الزبده ديال الكاوكاو والشوفان. هنا غادي يولي لك واحد العصير اللي ماشي عصير، هذا راه الخيال العلمي، ماشي هذا راه شتي دوك لي برودوي ديال الماس. شنقول لك ما غيساوي والو قدام هاد العصير هذا اللي فيه الحليب، افوكا، الزبده ديال الكاوكاو، الشوفان والتمر. الافوكا بطبيعه الحال بغيتو تحيدوها، فممكن انكم تحيدوها وتزيدوا لا دوز ديال زبده الكاوكاو، حيت زبده الكاوكاو قام لكم خاص من لافوكا. وهذا مهم، كنتمنى انكم تكون فدتكم شويه بطبيعه الحال. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك، ديروا تعليق، تبارطاجيو مع صحابكم، تبارطاجيو في المور ديالكم. المهم راكم عارفين شنو غديروا. المهم هذا كان معكم صابين فيتنس بالدارجه، ومبقى معكم ديما وبالدارجه. تهلاو.